عسلمة ومرحبا بكم على الشين يوتيوب متاعي. كانكم أول مرة تكتشفوا قناتي، ما تنسيوش باش تشجعوني وتعملوا لي أبوني. واليوم رجعت لكم بنة جديدة وغصات جديدة تعمل الكيف. إن شاء الله نشوفوا مع بعضنا وصفة الكرواسون بالبات فويتي في ميزان من غير ما نستحقوا بور دو توراج وإلا بور سبيسيال فويتاج. ما نطولش عليكم ونخليكم تتعدي وتشوفوا الغوسيت اي سورتو تبعوا ليز استوس، وما تنسيوش تبعوني على انستغرام اسم البقلوتي. وكان عجبتكم الفيديو بارتاجيوها ونستنى جمعاتكم وكومنتاريتكم. للغوسيت متاعنا باش نستحقوا 500 غرام فارينة تكون تي 45 وإلا فارين في الويد، 10 غرامات متاع ملح ما يعادل شطر مغرفة صغيرة، 50 غرام سكر، 1/4 خميرة فخيش فيها 25 غرام، 1/4 بالطبيعة تنجموا تعوضوها بالخميرة الفورية، 125 مليليتر متاع حليب يكون دافي، و 125 مليليتر ماء كيف كيف يكون دافي. أول حاجة باش نعملوها نعملو حفرة في الوسط كيما قاعدين تشوفو، وباش نحطو الخميرة متاعنا. هنا الخميرة ماذا بينا أن نحلوها بيدينا بالطريقة هذية باش تعاوننا بعد في الحلين متقعدش مكعبرة، وباش نحط عليها شوية من الكونتيتي متاع الحليب الدافي ونخليها تتفاعل حكاية 10 دقائق. بعد ما تعديو 10 دقائق وتفاعلت شوفوا كيفاش وليت. باش نزيدو كمية الحليب والمية وخمسة وعشرين مليليتر متاع الماء، ونلموا المكونات الكل مع بعضها بالطريقة هذية كما قاعدين تشوفوا. حتى لين نتحصلوا على عجينة تكون متماسكة بالطريقة هذية. باش نلفوها بالبابيي سيلوفان وباش نخليوها تخمر على تمبيراتور امبيانت المدة بين نص ساعة والساعة. انتوما حسبوا الدنيا، كان تبدا سخونة تستحق نص ساعة متاع تخمير، وكان الدنيا باردة نخليوها حتى ساعة. حاجة مهمة برشا، ماذا بينا ان نغطيوها بالباهي بالباهي باش ما تقعدش فما بارتي مش مغطية وتعملنا اكل كخوتر مش باهية. بعد ما العجينة متاعي خمرت بالباهي انا هنا استحقت لي نص ساعة، على البلان دو ترافاي متاعنا ماذا بينا نرشو شوية فارينة باش ما تلصقناش البات على البلان دو ترافاي، باش نجي ونديغازيو البات. هنا راهي مرحلة مهمة برشا، لازمنا الهواء اللي في البات متاعنا الكل يخرج، ما لازمش البات متاعنا تكون فيها هواء. على ذيك نحاولوا على قد ما نقدروا ان نديغازيو البات. بالنسبة للزبدة اللي باش نستعملها، نستعملوا زبدة بريزيدون، هذية تكون غاسترونوميك، بابيي كويسون اللي باش يعاوننا، ونستعملو بابيي كويسون باش نحطو عليه الزبدة المرة الأولانية باش يعاوننا مبعد في الحطان على البات. بالنسبة للزبدة باش نستحقو 300 غرام. في الوقت هذاك تكون البات متاعنا في الفريجيدير ترتاح. خليت البات متاعي ترتاح في الفريجيدير
ساعة بعد ما نحيت منها الهوية الكل، وبالطبيعة نغطيوها بالباهي كما العادة. باش نجي ونحاول ونحلو زبدة بالطريقة هذية. وبالطبيعة الزبدة نكونوا خرجناها من الفريجيدير ما تبداش على تمبيراتور أمبيانت. كان تبدا الزبدة على تمبيراتور أمبيانت وإلا ذيبة راهي ما تساعدناش في الحلين في البات. ونقعد نحلو بالقلقال لين نتحصلو على زبدة يكون السمك متاعها بين الان والان فيرغول سنتيمتر كما قاعدين تشوفوا فيها لهنا. باش ناخدو البات متاعنا ونكونو حليناها بالطريقة هذية، وباش نجيو نحطو عليها الزبدة. علاش قلتلكم نستعملو البابيي كويسون؟ باش من بعد يعاوننا في الحطان متاع الزبدة. ونحاولوا ان نحطوا كميه الزبده في الوسط على البات متاعنا، بالطبيعه نبعدوها على الحرفات باش الزبده ما تخرج لناش. وتوا في الطويين تردوا بالكم باش نجيو نلموا الزوز على بعضهم بالطريقه هذيه كما قاعدين تشوفوا، ونحاولوا ان نلصقوا البات المره الاولانيه باش الزبده متاعنا من بعد كي نجيو نحلوا البات ما تتحل لناش. نرشو الفرينة على البلان دو ترافاي متاعنا كان نستحقو، كان ما نستحقوش ما نرشوش، ديما أقل فرينة جينا البات خير وأهش. ونبداو نحلو بالقلقال بالطريقة هذه، نحاول أن ننزلو بشوية بشوية، ما نحلوش برشا باش البات متاعنا ما تتخدمش وتسخن وزبدة تذوب وهكيكة تطلع لنا فوق البات. الطاوية الأولانية باش نجيو نطويو البارتي الأولانية كما قاعدين تشوفو لهنا، ونرجعوا عليها البارتي الثانية، ونكملوا الطوية الثالثة، ونحاولوا ان نستويوا البات باش من بعد في الحلين تجينا الكل قد بعضها. باش نغطيها بالبابيي سيلوفان ونخليها في الفريجيدير ترتاح نص ساعة، وباش نعاود نحلوها المرة الثالثة. هنا ديما البارتي اللي طويناها المرة الأولانية نحطوها على يدنا اليمين كما قاعدين تشوفوا، ونبداو نحلو بالطريقة هذه ديما بشوية بشوية الحلين يكون باش البات متاعنا ما تتخدمش وتسخن والزبدة تسيح وتخرج لنا على برا. الطريقة عودناها أببخي هكيك أربع مرات، كل مرة إننا نطويه ونعاودو ندخله في الفريجيدير. الفريجيدير راه يتعاوننا إنه زبدة متاعنا تتشد ومن بعد تعاوننا في الحلين. بالنسبة للبات متاعنا العرض متاعها يكون 20 سنتيمتر كما قاعدين تشوفوا فيها لهنا، وكل كعبة باش نحلها 5 سنتيمتر هكيكا باش كل كعبة تجيني قد أختها. نحاولو نحيو الحرفات وكما تشوفوا الحرفات كيفاش فيهم الفويتاج، ونبداو نقصو بالطريقة هذية كيما قاعدين تشوفو. بيان سور راهو انا هنا عطيتكم كبر الكعبة، وانتو ما كنت تحبوا اصغر وإلا اكبر ليكم الاختيار. وباش نكملو نقصو الكعبات الكل كيما وريتكم. باش ناخدو البارتي الأولانية باش نعملو الكرواسون، ونحاولو ان نقصو في الوسط شوية بالطريقة هذه مش برشا، ونروليو كيما قاعدين تشوفو هنا في الفيديو. حاجة مهمة برشا البارتي الأخرانية نحاول انو نلصقوها في البات باش من بعد كتيب ما تطير لناش. نوريكم الطريقة مرة أخرى.
طريقة سهلة برشا كما قاعدين تشوفوا، جوست انكم توسعوا بالكم وما تنسيوش اللي البارتي الاخرانية نحاولوا نلصقوها في الباد. ونكملوا الكعبات الكل بنفس الطريقة. هنا راهو كان تحبوا الكروسون تاعكم فيه مثلا كريم باتيسيير وإلا كريم داموند وإلا شوكولا، ليكم الاختيار كيفاش نجموا تحطوا. عندي لاستوس مهمة برشا، ماذا بيكم تسخنوا الفرن تاعكم على 29 درجة، هذا باش يعاونكم انه الكروسون تاعنا يجي هشوش على الاخر. وتحطوا بيغيكس فيه ماء كما قاعدين تشوفوا لهنا، وكي يوصل التمبيراتور متاع الفرن متاعنا 29 درجة انطفيو وندخلو البلاتو متاع الكروسون باش يخمر فيه. هكاك يربحنا برشا وقت والكروسون متاعنا يجي هشوش على الاخر. جربوا لاستيوس هذية وتفكروني. اما نزيد نأكد، الفور راهو يبدا مسخن على 29 درجة ويكون طافي، سينو الزبدة راهي تسيحنا. في الوقت اللي قاعدين يخمروا فيه باش ناخذ أصفر عظمة، شوية حليب وشوية قهوة، القهوة راهي تعطينا أكل لون الدوغي المزيان. وبعد ما كعبات الكروسون تاعنا يخمروا باش نجيو ندهنهم بأصفر العظمة والحليب وشوية القهوة. ندهنوا الكعبات الكل بنفس الطريقة ونخليوهم يطيبوا نص ساعة على فرن مسخن 180 درجة. ما نحكي لكمش على الريحة والبنة اللي جات فيهم بعد ما طابوا. رسيتنا متاع اليوم كملت، ان شاء الله تكون رسيت واضحة ومفهومة كما العادة. وكان عندكم اي كيستيون ما تنسيوش باش تكتبوا لي في لي كومنتير، وان شاء الله انا تو نجاوبكم. وما تنسيوش شجعوني باللي جيم ولي كومنتير وبارتاجيو الفيديو، ونرجع لكم ان شاء الله في رسيت جديدة.